صباح الخير يا جماعة، النهاردة هنتكلم على Part 2 من الـ Construction Cost and Cash Flows. احنا كنا already شرحنا Part 1 on campus، فدلوقتي هنكمل Part 2. طيب ايه اللي احنا هنغطيه؟ هنغطي ازاي ندخل في الـ Project Cash Flows تأثير الـ Mobilization Payment او الـ Advance Payment اللي هي كأني Contractor هياخد دفعة مقدمة من المالك، وكمان هنشوف تأثير الريتنشن ان هو المالك زي ما يكون بيستقطع جزء من المستخلص عشان يضمن ان المقاول ينفذ الاعمال بالصورة المطلوبة. هنشوف الاتنين دول تأثيرهم ايه على البروجكت كاش فلوز. طيب اول حاجة الموبيلايزيشن بايمنت زي ما احنا قلنا كده هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن دفعة مقدمة، فبنقول it's a payment made to the contractor by the owner at the beginning of the project to compensate for the initial mobilization expenses. يعني ايه to compensate؟ عشان يعوض ده المصاريف الاولية اللي بيدفعها الكونتراكتور، فده يساعد الكونتراكتور في التكاليف اللي بتكون في الاول لما بيبقى لسه بيجهز الموقع لغير ذلك، فده بيكون يعتبر مساعدة. طب ممكن مش شرط ان يكون موجود زي ما اتفقنا في part 1. طبعا برضو يتقال عليه اسم advance payment او mobilization payment. عادة بيتحدد في صورة نسبة، يعني مثلا 10% من البيد برايس زي ما اتفقنا في بارت 1. فالموبيلايزيشن بايمنت دوت زي ما اتفقنا ما هو لازم ان هو في الاخر المالك يسترد الموبيلايزيشن بايمنت دوت، اكيد مش هيديها كده مكافأة للكونتراكتور. فازاي بقى يستردها؟ بنقول هنا ان الموبيلايزيشن بايمنت will be deducted، يعني كانها هتطرح عن طريق predefined agreement، agreement ما بين contractor والowner ان هو ازاي يسترد الجزء اللي هو mobilization payment دوت. فمثال هنا بنقول deduction from the first two invoice payments، يعني ممكن يبتدي يطرح mobilization payment دولت من اول اتنين مستخلص اللي هو هيقدمهم المقاول للمالك، او ممكن يكون في صورة deduction from the last invoice payment، يما ان هو هتطرح كلها من اخر مستخلص. تمام، يبقى هي الفلوس دي دفعة مقدمة للمقاول، لكن لازم في الآخر ان هو يرجع تاني يستردها. فبيستردها ازاي؟ بيكون عن طريق ان هو يا اما بيطرحها من اخر مستخلص او من اول اتنين مستخلص، او ممكن يكون على حسب، ممكن يكون اجريمنت تانية خالص. تمام، طب خلينا نشوف تأثير الموبيلايزيشن بايمنت. احنا first of all عندنا two curves اللي احنا قلنا ان هم يهمونا، اللي هو يعبروا عن الكاش inflows والoutflows. وقلنا قبل كده الoutflows اللي هي كل الconstruction cost اللي بيدفعها الcontractor during the project duration، وقلنا الا الinflows اللي هي الrevenues او البايمنتس اللي بياخدها الcontractor اللي هو جاية من المستخلص الinvoice اللي هو بيدفعها، قصدي بيسلمها او بيقدمها الكونتراكتور للمالك، والمفروض لتس سي بعد شهر او شهرين المالك يدفع له الفلوس دي. طيب فاتفقنا ان احنا عندنا في الكاش اوت فلو اللي هو واخد شكل الاس كيرف دوت، ده بيعبر عن الكوميوليتيف كونستراكشن كوست. تمام، وقلنا ان هو اسمه الاس كيرف حتى من ايه، من شكله. تمام، طيب الكيرف التاني اللي هو عامل زي الستيب وايز دوت اللي هو لونه اخضر، ده بيعبر عن inflow اللي هو ايه، البيمنتس اللي بتدخل للكونتراكتور بعد ما يكون قدم المستخلص للمالك، وبعد ما يوافق عليها يبتدي يدفعها للكونتراكتور. عادة بتكون بعد شهر من التقديم او بعد شهرين من التقديم. عشان كده في الوضع الطبيعي اللي بيكون فيها without mobilization payment بنلاقي ان في اول فترة المشروع هنا في zero payments من المالك، كل ده الكونتراكتور بيصرف من جيبه، عشان كده في عندي هنا expenses عمالة تتراكم. وبعد كده بيقوله أو بيجي لي الكونتراكتور أول مستخلص، ومن هنا يبتدي إن هو الكونتراكتور كأنه بيصرف من الإيه، المستخلص اللي هو المستخلص اللي جاله، وبعد كده يرجع تاني يصرف من جيبه. فقلنا إن الحتة دي اللي هو بيكون فيها الـ S curve بتاع الـ cost أعلى من الكيرف بتاع الانفلو، قلنا ان الجزء ده اسمه الاوفر درافت، اللي هو بمعنى ايه؟ بمعنى ان الكونتراكتور كانه بيصرف من جيبه. تمام، طب احنا طبعا يهم الكونتراكتور ان احنا اتفقنا تو مينيمايز الاوفر درافت از ماتش از بوسيبل، فمن احدى الطرق هو الموبيلايزيشن بايمنت. بيكون في اجريمنت زي ما قلنا ما بين الاونر والكونتراكتور على قيمه الموبيلايزيشن بايمنت ديت. تاثيرها بيبقى ايه؟ تاثيرها هنلاحظ ان هو ادي ده الشكل اتفقنا الكيرفز وذاوت اي موبيلايزيشن بايمنت. هنلاحظ ده بقى شكل الكيرز لو معانا mobilization payment. ايه الفرق؟ لا الفرق اهو باين هنا at the start of the project.
هنلاحظ ان احنا قلنا في السلايد اللي فات ما كانش فيه اي انفلو، وبالتالي كان هنا زيرو، لكن هنا لا، المرة دي فيه هنا payment في الاول خالص، وبالتالي بتساعد الكونتراكتور ان هو يبتدي يصرف منها. فنلاحظ ان في الحتة دي كده كان الكيرف الاخضر اللي هو بيعبر عن الانفلو اعلى من الاكسبنسز اللي بيدفعها المقاول. right at a certain point هنا يبتدي الاكسبنسز تعلى تاني عن الايه الانفلو اللي موجود، وبعد كده يرجع تاني ياخد الانفويس and so forth. تمام. طيب في حالة زي دي انا بنشوف later on كده في example ان هو بيقلل من الاوفردرافت. طيب طبعا اتفقنا ان هو لازم في الاخر الاونر يرجع تاني يسترد الموبيلايزيشن بيمنت دوت، ممكن يستردها اتفقنا في اخر invoice payment، وممكن يكون ايه في اول اتنين الى غير ذلك. تمام. طيب الحاجة التانية وهي الكاش فلو with retention. الكاش فلو with retention هو عبارة عن ايه؟ بنقول retention هو عبارة عن amount retained by the owner، يبقى كمية من الفلوس بيستقطعها المالك من المستخلصة اللي بيدفعوا ليه المقاول. ليه؟ بنقول to guarantee that the contractor will properly complete all remaining contract works، ان هو الكونتراكتور هينفذ الاعمال بالصورة المطلوبة طبقا للعقد. طيب ازاي بيستقطع؟ من كل مستخلص بيستقطع نسبة معينة، مثلا 5% 10%. يبقى كل مرة الكونتراكتور بيقدم مستخلص للاونر، يبتدي الاونر تمام بيعمل يعمل زي ان يعني بيتشك ان كل حاجة زي ما هي كان مطلوبة، وبعد كده بعد ما يعمل approval يستقطع 5% الى 10%، فده اللي احنا بنقول عليه الريتنشن. طيب هل معنى ذلك ان هي الفلوس دي خلاص كده راحت على المقاول؟ لا طبعا، اكيد ان هو المفروض ان هو هيستردهم، نفس الفكرة زي الموبيلايزيشن بين، بس المرة دي العكس صحيح، دلوقتي الكونتراكتور هو اللي هيستردها. فبنقول all withheld amounts، كل الفلوس اللي تم استقطاعها will be repaid back to the contractor، هتدفع تاني للكونتراكتور using predefined agreement. ايه predefined agreement؟ على حسب examples include ايه. full payback هيدفع له كل الريتنشن، كل اللي استقطعه من كل المستخلصات هيدفعها one shot after completion of work، بس بعديها بشهرين. تمام. ف for instance ان هو دلوقتي اخر مستخلص هيدفع بعد نهاية المشروع بشهرين، ففي الاخر مستخلص دوت هيحط عليهم كمان الريتنشن اماونت اللي هو استقطعه من كل المستخلصات اللي فاتت. تمام. فبنقول هنا ايه فول باي باك، يبقى هيبتدي يدفع كل المستخلصات، كل الريتنشن اللي استقطعه من كل المستخلصات وان شوت مع اخر انفويس اللي هو هيكون بعد نهايه المشروع بشهرين. طيب الطريقه الثانيه ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون هيعمل 50% باي باك، يبقى هنا هيعمل ايه؟ هيشوف والله واستقطع قد ايه من كل المستخلصات كده يجمعهم، وبعد كده يقول والله 50% منهم هرجعهم at completion of work، يبقى اول ما يخلص المشروع هدي 50% من الريتنشن. طب وبعد المشروع بشهرين after 2 months من نهاية المشروع ادي ال 50% الايه الريميننج. تمام. يبقى ده ممكن يكون طريقة من الطرق ازاي يرجع retention amount للكونتراكت. طيب هل دول يعني مفيش غيرهم؟ لا اكيد، ممكن يكون في other types of agreement ما بين الكونتراكتور والاونر ازاي يرجع retention amount دوت. طيب ايه تأثيره على الكاش فلوز؟ اتفقنا برضو يهمنا مين؟ يهمنا الكاش انفلو والاوت فلو اللي هو الاس كيرف بتاع الكوست والكيرف بتاع البيمنتس. فده كده without any retention without any advance payment. فايه التأثير؟ التأثير والله ان احنا هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان كأن الكيرف بتاع الانفلو نزل لتحت. تمام. ما هو طبيعي انا دلوقتي هنا ايه، لو بصينا على السلايد اللي فات كان البيمنتس هنا مرتفع. تمام. ليه مرتفعة؟ عشان كانت ايه full amount بتاع الانفويس. طيب لما يبتدي يستقطع منها فأكيد هتبتدي ايه تنزل لتحت. طيب فده يأثر على ايه نعتقد؟ أكيد هيأثر في الآخر على overdraft. يبقى الoverdraft في الحالة ديت هيزيد مش هيقل، يبقى حالة الretention الoverdraft هيزيد مش هيقل، وده عكس الadvance payment. طيب تعال نشوف نفس الاكزامبل اللي احنا حليناها مع بعض في part 1 بحيث نشوف اوكي احنا حليناها without any advance payment without any retention. فخلينا نشوف طب what if ان انا عندي two different scenarios، واحد فيه advance payment واحد فيه retention، ايه اللي هيحصل في الكالكوليشنز بتاعتنا؟ طيب فاول حاجة هنا عندي هنا زي ما اتفقنا four activities، مديني ال direct cost لل four activities دولت، وبيقول لي ان ال indirect cost زي ما اتفقنا 20,000 ده fixed amount،
والماركب عندنا 25% من التوتال كوست، وبيقول ان الانفويسز هتتقدم والاونر يدفعها 1 مانث ليت. تمام. طيب ده البار شارت بتاع المسألة. عندي هنا الفور اكتيفيتيز، واتفقنا ان البار شارت جاهز لان انا مفيش الايميديتي بريسيدنج اكتيفيتي بتاعت كل واحدة منهم. طيب ايه اللي عندنا؟ عندنا بقى في تو ديفرنت كيسز. الفيرست كيس ان انا عندي موبيلايزيشن بايمنت اوف 10000، وال 10000 هنا از لايك ا فيكست نمبر، بس الموبيلايزيشن بايمنت ممكن يجي في صوره برسنتج. فور انستنس مثلا 10%، فال 10% ديت بشوف من التوتال بيد برايس تعمل كام، ويبقى هو ده الموبيلايزيشن بايمنت بتاعتي. تمام، يبقى ممكن يجي في صوره اماونت اوف ماني، ممكن يجي في صوره برسنتج. طيب بالنسبه لي ازاي الاونر هيسترد الموبيلايزيشن بايمنت دوت، فمكتوب it will be deducted from the last invoice payment. يبقى اخر invoice payment هيبتدي يستقطع منها ال 10000 اللي كان دفعهم في الاول. سيناريو 2 او كيس 2 هو retention of 10%، ان هو هيبتدي يستقطع من كل مستخلص 10%، والمفروض ان التوتال الريتنشن دوت مجموع كل اللي هو عمال يستقطعه من كل مستخلص هيتم استرد، يعني هيدفع تاني للكونتراكتور بس بعد البروجكت كومبليشن و 3 مانثس. يبقى لو المشروع المفروض يخلص في 4 شهور زي ما احنا شايفين في البار شارت هنا، يبقى هو هيبتدي ايه يسترد ده بعد 3 شهور، يعني هيكون في الشهر السابع. تمام، فخلينا نشوف الكالكوليشنز في حالة التو سيناريوز ده دولت. ده الكالكوليشنز اللي احنا عملناها مع بعض لما كان عندنا no mobilization and no retention، عملناها مع بعض في part 1 في lectures. فعايزين نشوف ايه اللي هيتغير. بس خلينا نفتكر كده عملنا ايه. كان first of all حسبنا ال direct cost، بان احنا شفنا من البار شورت ايه الاكتيفيتيز اللي شغالة في ال first month، وعملنا زي assumption كده ان تكلفة بتتقسم بالتساوي على ال duration. for instance كده لو عندي activity A واخدة شهرين، الشهر الأولاني هو دي الشهر التاني، وكان تكلفتها 50000، يبقى حط هنا 25 وهنا 25. أوكي، يبقى ده كان الأسامشن اللي احنا عملناه. طيب فبنيجي نجمع vertically كل التكاليف اللي هتحصل في الشهر الأولاني، ويطلع معانا ان total direct cost 25000. نفس الكلام للشهر التاني التالت الرابع. طيب indirect cost كان ايه؟ indirect cost في المسألة كان fixed number، كان 20000. طيب ال 20000 دي هنعمل فيها ايه؟ برضو عملنا assumption انها تتقسم بالتساوي على طول فترة المشروع اللي هي 4 شهور، فبالتالي هتبقى 5000 كل شهر. طب total cost هيبقى مجموع اكيد ال direct وال indirect cost كل شهر، وبعد كده اضفنا الماركب اللي هو 25% من total cost. فالماركب ال 25% ده بيمثله كام من total؟ فوالله ده 0.25 من total cost اللي هو 30000، وهكذا. قيمة المستخلص الـ invoice value أكيد هيبقى مجموع التوتال مع الماركة، فطلع لي 37500 في الشهر الأولاني و 87500 في الشهر الثاني وهكذا. طب إمتى المستخلصات دي هتجيلي؟ اتفقنا في المسألة بيقول 1 month after submission of the invoice، فده كده تحضير المستخلص. طب هيجيلي إمتى؟ هيجيلي بعديها بشهر. اتفقنا إن الخانة التانية من كل شهر دي بتاعت الايه؟ بتاعت الانفلو، الفلوس اللي بتبقى داخلة للكونتراكتور. فبالتالي ادي 37500 ده بعديها بشهر، وبعد كده ال 87 دي هتيجي هنا وهكذا في زمن شيفت 1 مانث. طيب عشان نرسم التو كيرفز اللي ما يهمونا، اتفقنا لازم نعمل ايه؟ نعمل الكيميوليتيف توتال كوست اب تو ديت، ونحسب الكيميوليتيف بايمنت اب تو ديت. طيب فالتوتال كوست اب تو ديت معايا 30000 اهم، بعد كده ازود عليهم ال 70 يبقى التوتال 100، بعد كده ازود عليهم ال 80 يبقى التوتال 180 and so forth. يبقى كده التوتال كوست 200000، يعني المشروع يخلص على 200000. البيمنت ديت عندي هنا 37500 اهي، وبعد كده ازود عليها 87500 تديني 125000، ازود عليها ال 100 تديني 225، وهكذا لغايه ما يطلع لي في الاخر التوتال بيد برايس 250000. طيب ده الايه؟ ده الكالكوليشنز without any mobilization payment without any retention. كان شكل الكيرفز ايه؟ ادي عندنا الاس كيرف مع البيمنت، وادي اهو البروفيت بتاعي او اللي هو الماركة بتاعي اللي هو 50000، اهو اللي هو الديفرنس اللي ما بين التوتال ريفينيو والتوتال كوست، اللي هو كان 25% من التوتال كوست. طيب
شكل الأوفر درافت كان عامل ازاي؟ رسمنا مع بعض في المحاضرة الأوفر درافت دوت، وقلنا ايه أهميته. ان هو بيقول لي امتى الكونتراكتور هيبقى كأنه بيصرف من جيبه، ف وليه؟ عشان يبتدي يعمل عملية بلاننج للفاينانسنج بتاع الكلام دوت، ان هو يبتدي يشوف والله يقدر يمول ازاي الأوفر درافت دوت. فهنا فور انستنس بيصرف من جيبه 30,000، بيصرف من جيبه 100,000، وبعدين جاله هنا invoice، وبعدين رجع تاني يصرف، وبعد كده يرجع تاني يجيله invoice، وبعد كده يرجع تاني يصرف and so forth. فده هنا الماكسيمم اوفر درافت 142,500 في حالة no retention no advance payment. طيب تعالوا نشوف تأثير التو سيناريوز دولت على الاوفر درافت بتاعي. طيب فده اول كيس اللي هو بتاع الموبيلايزيشن بايمنت 10,000. ايه اللي هيكون جديد هنا؟ مفيش حاجة جديدة بخصوص ايه الدايركت كوست والاندايركت كوست والتوتال كوست، هتلاقي هو نفس الأرقام، مفيش أي تغيير. بس في خانة جديدة كده اللي اسمها الزيرو، ده كأنها الستارت اوف ذا بروجكت. فعند الزيرو ده هيبتدي يظهر معايا الموبيلايزيشن بايمنت. طيب فبالنسبة للمارك اب 25% من التوتال كوست، برضو ده مفهوش أي تغيير، 25% من التوتال كوست. بالنسبة للانفويس فاليو برضو هنجمع المارك اب على التوتال كوست، فدي الفاليوز بتاعتي. بعد كده بالنسبة للبيمنت ريسيفد بقى يظهر معايا هنا بقى الموبيلايزيشن بيمنت اللي هي 10,000. طيب هنا اتفقنا ان مفيش حاجة هنا هياخدها، زيرو بيمنت. ال 37500 تبتدي تظهر هنا، ال 87500 تيجي بعديها بشهر، الى غير ذلك. طيب اخر بقى مستخلص اللي هو كان هنا 25، المفروض هنا يجي لي 25,000، ده المفروض. بس احنا اتفقنا ان الارينجمنت كان ايه، ان الموبيلايزيشن بايمنت دي هتطرح من اخر انفويس، يبقى ال 10,000 دي تطرح من اخر انفويس بايمنت، فبالتالي يجي لي في الاخر 15,000 بس. تمام. فلو جينا بصينا على ال اهو، فهم اهو ايه ال 10,000 اتطرحت من اخر انفويس، فاداني هنا 15,000، يبقى ده الحاجه الجديده اللي عندنا. طيب بالنسبه للكيوميوليتيف توتال كوست ديت، هو زي المره اللي فاتت، مفيش اي تغيير. بالنسبه للبيمنت تو ديت، المره دي بقى في ايه؟ في عندي هنا التايم تي ايكوال 0، معايا 10,000، سينس ده بقى هنا كيوميوليتيف، فبالتالي ال 10,000 دي لسه مكمله معايا اوكي في الشهر الاولاني. وبعد كده هبتدي اجمع عليها 37500 تجيب لي 47500، بين اجمع عليها 87500 تجيب لي 135000، وهكذا لغايه ما في الاخر لازم اقفل على نفس البيد برايس الاوريجينال اللي هو ال 250000. تمام. لو قفلت على رقم مختلف يبقى اعرف ان ايه، بعرفه ان في حاجه غلط في الكالكوليشنز بتاعتي. طيب فالتو روز دولت هما اللي يهموني عشان ارسم الاس كيرفز. ادي اهو ده الاس كيرف بتاعي، ما تغيرش خالص. لكن مين اللي اتغير؟ اللي اتغير معايا هو الكيرف بتاع الانفلوز، لان انا عندي هنا started with 10,000 at the beginning، وبعد كده ابتديت ايه يجي لي الانفويسز. وهتلاحظوا هنا ان اخر انفويس هنا اللي جه صغير مقارنه بيه قبل كده. ليه؟ لان احنا اتفقنا كان اوريجينالي 25,000، وبعدين اتطرح منه الموبيلايزيشن بيمنت، فبالتالي بقت الفاليو كام؟ 15,000. لكن ستيل الماركة بتاعي زي ما هو 50,000. اوكي، اذا هو مش هيفرق في حاجه، الموبيلايزيشن بايمنت مش هيقلل ولا يكتر الايه الماركة بتاعي. طيب شكل الاوفر درافت هيبقى عامل ازاي؟ ادي الاوفر درافت بتاعي اهو. المره دي لما كنا بنبتدي في الاوريجينال كيس كنا بنبتدي بالزيرو بوينت هنا، تمام. لا، المره دي انا مش باديه بالزيرو، انا باديه ببوزيتيف 10,000. بعد كده صرفت من جيبي، لو تفتكروا صرفت 30,000 على نهاية الشهر الأولين. فلما يبقى عندي positive 10,000 minus 30,000 يبقى فاضل ايه؟ minus 20,000. فعشان كده ادي النقطة التانية negative 20,000. بعد كده صرفنا 70,000 فبقينا negative 90,000. وبعدين جالنا payment، فالpayment دي لو رفعتني vertically كده للنقطة دي، وبعدين رجعت تاني صرفت من جيبي لغاية ما وصلت للنقطة دي، وبعدين جالي payment، وهكذا. فنلاحظ طبعا تأثير الموبيلايزيشن بيمنت عمل ايه، ان الاوفر درافت بتاعي قل بمقدار الموبيلايزيشن بيمنت، لان هو كان اوريجينالي 142500، فالمرة دي بقى ايه 132500. فعشان كده بنقول ان الادفانس بيمنت بيحسن من الاوفر درافت بالنسبة للكونتراكتور. طيب تعالوا نشوف بقى الكيس بتاعت الريتنشن 10%. ففيرست اوف
all total retention 10% دي بتكون من total bid price اللي هو 250,000، فا in total retention هيكون 25,000. تمام، يبقى خدت 10% ضربتها في البيد برايس طلع 25,000. بس زي ما اتفقنا ان توتال ريتنشن دوت مش هيتم استقطاعه وان شوت، لا بيتم استقطاعه من كل انفويس 10%. ايه اللي هيختلف الكالكوليشنز زي ما هي بالنسبه للدايركت كوست الاندايركت كوست والتوتال كوست؟ المارك اب زي ما هو، الانفويس فاليو برده زي ما هو، مفيش اي اختلاف. طب الاختلاف هيجي فين؟ هيجي في البيمنت ريسيفت. ليه؟ الفاليو دي اللي هي المفروض ان انا تيجي لي بعد شهر، دي المرة دي هستقطع منها 10% فيتبقى 0.9 بس، فبالتالي هيجي لي في الشهر الثاني 33750. نفس الكلام بالنسبة لبقية الشهور، برضو هنا استقطعت 10% وهنا برضو استقطعت 10% وهكذا. طب امتى بقى التوتال ريتنشن هيجي لي؟ بعد نهاية المشروع بثلاث شهور، فنهاية المشروع مفروض في الشهر الرابع، بعدها بثلاث شهور يبقى في الشهر السابع. فهنلاحظ يبقى ادي اهو 25500، ده اللي هو ايه، سوري، ال 25000 ده اللي هو 10% من ال total bid price. ده كده مجموع كل اللي انا استقطعته طول المشروع، فهيبتدي استرداده في نهاية المشروع بعديها بثلاث شهور. تمام، طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ عايزين نفس الكلام نشوف نرسم الـ S curve بتاعنا، ونرسم برضو الـ inflow curve بتاعنا. فهنجيب الـ total cost cumulative up to date والـ payment cumulative up to date. فـ total cost up to date مفيش أي تغيير، هينزل زي ما هو، زي ما مفيش أي تغيير خالص فيه regardless of السيناريو اللي احنا شغالين عليه. بالنسبة للـ payment to date، فأنا عندي، هنلاحظ هنا إيه؟ هنلاحظ إن أنا عندي أدي أول amount نزل زي ما هو 33750، اجمع لي 78750 يطلع لي 112500، اجمع لي 90000 يطلع لي الرقم ده 202500 وهكذا. نيجي هنا بعد ما جمعت اخر مستخلص هنا اهو 225000، بعد كده في الشهر السادس انا ما بيجيش ليا اي فلوس خالص، عشان كده الرقم ثابت زي ما هو مفيش تغيير. وبعد كده بيجي لي اخر فاليو اللي هي هنا 25000، فال 25000 دي لما اضيفها على 225 يجيب لي التوتال بيد برايس 250000. يبقى زي ما انتم ملاحظين برضو قفل على البيد برايس 250000. يبقى واتيفر بقى الكيس بتاعتنا ايه، ريتنشن مش ريتنشن، المفروض انه يقفل على نفس البيد برايس في الاخر. تمام، طب تعالى نرسم بقى الكيرفز بتاعتنا. فهناخد اخر تو رو وادي تو كيرفز. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ هنا شايفين كده زي ما يكون بقى الايه الاس كيرف بقى مقرب من الانفلو كيرف. ليه؟ ما احنا اتفقنا احنا عاملين ناخد ايه، عاملين نعمل عمليه ريتنشن، فبالتالي الانفلو كيرف بتاعي نزل لتحت، فبقى مقرب من الكيرف بتاع الاكسبنس، وبالتالي اتوقع ان الاوفر درافت بتاعي يكون اعلى اكيد. بس ده ما ياثرش في حاجه في الماركه بتاعي اللي هو ال 25000، يفضل زي ما هو مفيش اي تغيير فيه. فادي اهو الكيرف بتاع الاوفر درافت. هنلاحظ ان احنا هنا المره دي مفيش ادفانس بايمنت، ف ستارتنج فروم زيرو عادي جدا. وبعد كده عملنا كان عندنا اكسبنس 30000 فاهو، وبعد كده اكسبنس 70000 فوصلنا ل 100، وبعدين جالنا اول انفويس، وبعدين رجعنا تاني عملنا اكسبنسز، وبعد كده جالنا السكند انفويس اند سو فورس. فالمره دي الاوفر درافت زاد، فبقى كام 146250. يبقى في حالة الريتنشن الاوفر درافت طبعا ديفينتلي هيزيد. تمام، طيب يبقى ده كده احنا شفنا مع بعض الانفلونس او الامباكت اوف الادفانس بايمنت والريتنشن. طب ما احنا ممكن الاثنين يبقوا موجودين في نفس السيناريو، واي نوت؟ يبقى ممكن نشوف في other problems او even في الريال لايف problems انه عندي الاثنين مع بعض، في ادفانس بايمنت وفي ريتنشن. تمام، جست كده as a discussion، احنا اتفقنا الاوفر درافت ده مهم جدا ليه الكونتراكتور، لان هو عن طريقه بيقدر يعرف هو المفروض يصرف من جيبه قد ايه، ولو طبعا الفلوس دي غير متوفره يبتدي يفكر في طرق الفاينانسنج ازاي يقدر يمول ايه الاوفر درافت فاليو ديت. عندنا في فاريس اوبشنز تو مينيمايز الاوفر درافت. اول حاجه اسمها سب كونتراكتورز كريدت. ايه سب كونتراكتورز كريدت دوت؟ ان هو ممكن يكون جزء من المشروع يديه لسب كونتراكتور، السب كونتراكتور هو اللي هينفذه بالريسورسز بتاعته، ويبقى زي ما يكون في اتفاق ما بينه وما بين السب كونتراكتور ان هو ممكن يدفع له
الـ expenses بتاعتها في صورة مثلا 50% now 50% مثلا بعد ما يخلص الشغل بتاع الباكج اللي هو خدها، فبنسميها subcontractor credit. تمام. طيب في arrangement with material suppliers، الموردين اللي بيجيب منهم الماتيريال برضو نفس الكلام، ممكن برضو يبقى في ديل ما بينه وما بينهم ان هو برضو زي نفس مثلا الاونر بيعمله معاه انه بيديه دفعة مقدمة لغير ذلك، فممكن برضو الكونتراكتور يتفق مع السبلايرز ان هو يدفع جزء من الفلوس او يدفع مقدم، وبعد كده مثلا ممكن يدفع 50% من الماتيريال كوست مثلا ناو، ويبتدي يأجل 50% التانيين maybe after 2 months الى غير ذلك. تمام. طيب الـ owner mobilization payment دي خلاص قلنا ايه تأثيرها، فدي one of the methods to minimize overdraft، وفعلا شفنا تأثيرها انها ازاي بتقلل الـ overdraft في المسألة البسيطة اللي احنا حليناها مع بعض. في حاجة اسمها الـ front end loading او الـ bid unbalancing. ايه هي؟ ان هو يبتدي يعمل عملية زي ما يكون يزود الـ invoice value للـ items اللي هي بتكون في اول المشروع، عشان كده سماها front end loading. ليه؟ بحيث ان هو يجيله فلوس في الاول اكتر، والفلوس اللي هتجيله في الاول اكتر دي تساعده في ان هو يريكفر الاكسبنسز اللي عنده، وصاد ذلك ان هو يبتدي يعمل ايه، يقلل من قيمة البرايس بتاع الايتمز دي قدام. تمام. يبقى لا تسي حاجة كانت بتكلف مثلا 100، لا هيخليها تكلف 120. تمام. ال20 دي يبقى هو هيستفاد منها ان هو ايه، يعمل بيها ريكفري للاكسبنسز اللي هو بيدفعها. طبعا ده مثال بسيط. فطب قصاد كده لازم يعمل ايه؟ ما هو لازم يعمل تعويض، فيجي حاجه قدام في المشروع حاجه دي بتكلف 100 يخليها تكلف 80. تمام. يبقى ده كده عمليه الانبالانسنج، يبقى هنا زود 20 وهنا قلل 20. بس طبعا هو ككونتراكتور هيستفاد اكتر لما ياخد الفلوس دي قدام عن ما ياخد الفلوس دي متاخر. طبعا الموضوع ده بيقولوا عليه ريسكي على الكونتراكتور، وبالتالي لازم تتعمل بطريقه صحيحه، لان لها لو ما اتعملش بطريقه صحيحه فده يعتبر ان هو بيقلل من الكريديبيليتي بتاعته، وبالتالي ممكن يتعمل له ديسكواليفيكيشن فروم ذا فيري بيجينينج، وال الاونر ما يختاروش اصلا. تمام. طيب to avoid any unnecessary expense in the project financing، يبقى هو هنا ايه، طب ايه تاني ممكن اعمله عشان احسن من عمليه الاوفر درافت وما يبقاش عندي يعني اي خطر من ان انا اعمل فاينانسنج من جيبي. فبيقول هنا ايه، accurate preparation of invoices، يعني الانفويسز اللي تم البريبريشن بتاعه تكون معموله بطريقه accurate. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه اي errors. الايرورز دي هتخلي ان الاونر ممكن ياخد وقت اكتر عبال ما يراجع الانفويس، وبالتالي ممكن ياخر عليا البيمنت اوف الانفويسز بتاعتي. تاني حاجة proper planning of material and equipment delivery، دي برضو هتساعد ان هو امتى بالظبط انا محتاجة الماتيريال، امتى بالظبط انا محتاجة الاكويبمنت، عشان انا في الاخر هدفع فلوس الكلام ده، فما اجيبش حاجة I do not need it وبالتالي هدفع فلوسها، وبالتالي ده هيزود من ايه ال overdraft اللي عندي. في برضو short term loans considering the charge interest rate، من احدى انواع الفاينانسنج ان انا والله لما فيش فلوس اخد كارد، بس الكارد ده يعني ممكن يكون يفضل يكون short term، لان اي كارد اكيد يبقى فيه فايدة، فابتدي ادرس ال interest rate اللي انا هاخده على الكارد، واشوف والله ايه تأثيره على ال cash flows بتاعتي. تمام. فدي كده زي discussion بسيطة كده ازاي to minimize the overdraft وازاي to avoid any unnecessary expenses اللي هي ممكن تزود the overdraft عليا، ومش يعني واحنا مش محتاجين حاجة زي كده. تمام. ويبقى كده احنا خلصنا. تمام كده يبقى احنا خلصنا topic بتاع project cash flows، وزي ما قلنا في الاخر announcement ان lectures والtutorials في خلال رمضان هتكون online، فده كده محاضرة الأسبوع دوت، والمفروض التوتوريال هيكون برضو في صورة ريكوردد فيديو برضو هيترفع على البلاك بورد، ومفروض ان يبقى فيه assignment مطلوب منكم تحلوا الassignment وتسلموه بعديها بأسبوع برضو over بلاك بورد. لو في أي أسئلة feel free ان انتوا تبعتوا ايميل سواء كان ليا أو للتيتشنج assistants، وهنعمل scheduling لميتنج. طبعا الكلام دوت هيكون over zoom. تمام. فده في حالة ان انتوا عايزين اي office hours عشان لو في اي اسئلة. تمام. شكرا لكم.